فانوس رمضان في الأصل كان علبة شفافة بتنور للناس طريقها بشمعة، اسمه اتاخد من كلمة يوناني في ناس، أخدناه في إيدينا عشان ينور لنا الطريق وإحنا بنستقبل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي يوم 5 رمضان سنة 358 هجرية. ومن وقتها ارتبط برمضان، يجي رمضان يظهر الفانوس كل سنة بشكل وموديل جديد. ألفنا له أغاني حفظوها الأطفال وبيغنوها له كل رمضان. رمضان كريم.